بصي انا اهم حاجه، بس انا مش عايزه طبقات كتير علشان لما وشي بيعرق وكده بيكسر وكده، وعايزه ارسم المجمع، وعايزه فاونديشن نفس درجتي بالظبط، وعايزه ما تقلش خالص خالص حواجبي، ولا عايزه رموش طويله ولا كثيفه، يعني اصغر نوع رموش في الدنيا، وعايزه كونتورنج بس مش عايزه اغمق قوي، يعني عايزه نفس درجتي بس يبقى فيه ليفتنج وتحديد للملامح وكده. دي أهم الطلبات بالنسبة لي. كلمة السر عايزة أبقى حلوة. حلوة قوي قوي يا رب. تسلمي. أول مرة أول مرة ما أبطل ما أشوفش ولا حد بيحبني. وإيه ده تحفة. نجحنا يعني؟ طبعا. يلا.